كلمة واحدة ستجعلك قوي الشخصية ومحور اهتمام أي شخص بتحبه أو حابب إنك تجذبه لإلك. أولاً وقبل كل شيء بدي أقول هني مش مجرد كلمات عادية، هالكلمات لازم أن تعمل بموجبها، يعني مش بس إذا قلت لك هالكلمات وإنت سمعتها وما طبقتها مش راح تستفيد. ضروري لهن بالحقيقة 4 كلمات، ضروري إنك تسمعن وأن تعمل بموجبن. أول كلمة هي التوازن. الشخص لشخصيته قوية بيعرف أن يوازن بالأمور جيداً، يعني الشخص لشخصيته قوية وجذاب بعمره ما ببالغ بأي شيء، يعني لا ببالغ بالاهتمام ولا ببالغ بإظهار الإعجاب ولا ببالغ بالتعلق، حتى إذا كان ضمنياً متعلق كتير ما ببالغ بالتعبير عن هيدا الشيء، لأنه يعلم جيداً أنه المبالغة مش رح توصله عمطرح. ما ببالغ أيضاً بالغضب، ما ببالغ بالكراهية والمواقف اللي بتدل أنه هو تعرض لاستفزاز أو انجرح أو من شخص معين إذا استفزك بأي شيء حتى إذا رفضك، لأنه الشخص القوي الشخصية حتى إذا كان متأثر فهو عنده ذكاء عاطفي بدرجة أنه قادر أن يظهر الشخصية المتوازنة دائماً، المتوازنة بردود أفعاله، أي إدارة الغضب، ضبط الغضب، ضبط الانفعال حتى إذا كان عم بفش خلقه، لأنه هو إنسان، حتى إذا كان قوي الشخصية هو إنسان، فحتى إذا كان بفش خلقه بمصادر مختلفة سواء مع صديق، مع استشاري نفسي، بعمل معين، بتفريغ بنشاط معين أو علاج انشغالي، هيدا عند الغضب أو الخزلان أو الجروح والصدمات العاطفية، فهو عنده متنفس. مش عم أقول إنه هو شخص عفواً على التعبير يعني حجر أو صخر، لا، بالعكس، قد يكون شخص القوي الشخصية بعكس المتعارف عليه بصوره. الشخص القوي الشخصية إنه شخص متبلد وكتير قاسي وما عنده أي مشاعر أو رومانسية، بالعكس قد يكون الشخص كتير حساس وعاطفي ورومانسي، ولكن شخصيته قوية. يعني لا تتناقض كونك شخص عاطفي ورومانسي مع تكون كونك شخص قوي الشخصية. تاني كلمة مرتبطة نوعا ما بطريقة غير مباشرة بالكلمة اللي قبلها، ألا وهي الصمت. شو يعني الصمت وليه مرتبطة بالتوازن؟ لأنه هلأ ممكن تقولوا لي أنا مش عارف اتوازن، طيب أنا مش ما عم بقدر يكون عندي إدارة للغضب ودايماً عم روح فيش خلقي أو عبر عن المبالغة بالانفعال أو الحب وغيرها من الأمور. طيب الصمت هو الطريقة أو الكلمة الثانية رح توصلك للكلمة الأولى إذا أنت ما كنت بعدك واصلها. الصمت خاصة عندما تستفز، لما شخص سواء يتجاهلك على التليفون أو وسائل التواصل أو حتى وجهاً لوجه، فأنت الصمت وإنك ما تعطي ردة الفعل، أن تصمت تعمل صمت عقابي وانسحاب وما تعطي ردة الفعل، هيدا الفعل ألا وهو الصمت هو أقوى ردة فعل على استفزاز أو إهانة أي شخص لإلك، سواء كان عم يستفزك عن قصد أو غير قصد. وبالتالي الصمت هو مفتاح التوازن، لأنه لما نحن نقول ما تبالغ بردود أفعالك، خاصة الغضب، خاصة عندما تستفز، عندما ترفض، عندما تتعرض لأي موقف مؤذي، فلما تستعمل أنت الصمت، الصمت هنا هو سلاح ذو حدين. أولاً بيوصلك للتوازن اللي حكينا عنه بالنقطة الأولى، وثانياً بيقلب السحر على الساحر، خاصة إذا كنت عم تتعامل مع شخص نرجسي، لأن الشخص النرجسي هدفه أنه يطلع أسوأ ما عندك، وهدفه أنه يخليك تحكي كلام مش منيح أو يعني تطلع أمور فيها ربما إهانة أو شتائم. ليه؟ لأن بده يقلب الطاولة عليك ويقلك أنت مش منيح، أنت ظالم، أنت لك كيف عم بتهيني، أنت لك شو قلت لي هيدا الكلام والشتائم اللي عادة بيستفزك النرجسي ليقلب الطاولة عليك، حتى إذا كان هو الظالم، حتى إذا هو اللي كان استفزك بالبداية. فلما تستعمل الصمت هون أنت رح تحقق قوة الشخصية من ناحية والجاذبية من ناحية تانية، لأنه الصمت يثير حيرة الآخر،
بيفتح باب من التساؤلات والحيرة. هو بده يحصل على جواب، هو بده يحصل على ردة فعله، وبالتالي انت ما اعطيته جواب. ثالث كلمة هي التشويق. ايش يعني التشويق؟ اللي هي انك تعكس توقعات هيدا الشخص، تخليه دايما عنده رغبة بمعرفة شو راح تكون ردة فعلك، لأنه أنت مش دايما عم تعطيه نفس ردة الفعل. يعني أنت شخص غير مضمون، مش دايما بيعرف أنه إذا تجاهلته لهيدا الشخص أو رفضته فهو راح يلحقني، أو هو راح يغضب، أو هو راح يعاتبني. فلما أنت تعكس توقعاته ما تعطيه ربما ردة فعل العتاب، أو تبين له أنك مزعوج، أو قد فيك تبين له، أو قد لا، ليه أنت عم بتعيشه بحالة من الإثارة ليه؟ والتشويق، لأنه احيانا عم تعطيه ردة فعل، احيانا مش عم تعطيه عكسه على نفس الموقف اللي عم يعمله معك. وبالتالي عدم توقع، ان لا يتوقع ردود افعالك بكل مره، هو عنصر تشويق واثاره. وبالتالي التشويق دايما بيعطينا ايضا مثل الصمت الغموض، ودايما بنقول الغموض هو اهم ركن من اركان قوه الشخصيه والجاذبيه، على شرط نعرف كيف نستعمله، لانه المبالغه بالغموض منفره. في ناس بيفهم الغموض انه ما نحكي شيء وما نعبر عن شيء ونضل ساكتين كل الوقت، هيدا الشيء كتير غلط، هيدا بينقلب عكسه، بصير قله جاذبيه، يعني بدل ما نكون جذاب بصير منفر. رابع كلمه هي كلمتين، مش كلمة، هي جملة من كلمتين، ألا وهي السهل الممتنع. شو يعني السهل الممتنع؟ هو أسلوب كانوا يستعملوه بالأدب العربي أو بعض الشعراء والكتاب، بيقول عنده أسلوب السهل الممتنع، يعني كتابته بسيطة وبتنفهم ولكن بنفس الوقت عميقة. وبالتالي أنك تكون شخص بتجمع بين البساطة والعمق في آن معا، هو مش بس مصدر للكاريزما والجاذبية والنجاح بالحياة العاطفية، بل أيضا نجاح بالحياة العملية والاجتماعية وكل جوانب حياتك. هيدا القسم، أي آخر كلمة، مش بس لجذب الحبيب، آخر كلمة هي لجذب النجاح بالعمل وبكل جوانب الحياة. إنك تكون شخص صادق وبسيط وواضح ولكن بنفس الوقت صعب وبنفس الوقت عميق، هيدي الشعرة اللي بتفصل بين انك تكون متاح كل الوقت او انك تقيل وصعب كل الوقت، منسميها السهل الممتنع. يعني انت بتعرف متى تكون متعاطف وواضح وبسيط، وبتعرف متى يجب ان تكون، ان تتخذ موقف، ان تتوقف عن العطاء، انك تاخذ موقف، انك تكون حازم، وايضا انك تكون عميق، مش كتاب مفتوح كل الوقت. فلما تعرف تجمع كل هيدي الأمور من خلال النقاط اللي حكينا عنها اليوم، تأكد إنك رح تحصل على قوة الشخصية والجاذبية لأي شخص تريد أن تصبح محور اهتمامه.